هي هو الذي يدخل في الافتراض. يعني مثاله مثلا عندما تقول لقد بعت السيارة، فهم يقولون شرعا، يعني يتحدثون من منطق شرعي، يقولون أنه هذا يقتضي أن هذه السيارة هي ملك لك، لأنك أنت لا تبيعها إلا إذا ملكتها، أو كنت طبعا مندوبا عن المالك، يعني وكيلا له أو شيء من هذا القبيل، يعني سواء كان يعني ملكتها ملكا حقيقيا أو ملكا بالنيابة يعني. فإذا عندما تقول لقد بعت السيارة، فذلك شرعا يقتضي أن سبق ملكيتها لك. هذا النوع الذي تصحح فيه أو يقدر فيه المحذوف للمحافظة على الصحة الشرعية، هذا النوع فقط هو الذي يساوي الافتراض في الدراسات الحديثة. أما بقية الأنواع مثل ما يقدر فيه المحذوف للمحافظة على صدق المتكلم مثلا، فهذا لا يعد من الافتراض بالمعايير الحديثة. مثلا عندما يقال مثلا، لو أخذنا مثلا الحديث، خلينا نأخذ الحديث المشهور اللي هو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هو هكذا نص الحديث يعني. فعندما ننظر في الواقع نجد أن الخطأ يقع عند المسلمين والنسيان أيضا يقع، فنحتاج إلى تصحيح هذا للمحافظة على صدق المتكلم. والتصحيح هذا يكون بتقدير كلمة محذوفة، وهذا شائع في اللغة، يعني هو احنا لا نتكلف في البحث عن هذه الكلمة المقدرة، لأن هذا شائع كثيرا يعني، وبالإمكان نأتي بأمثلة كثيرة. يعني مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، أيضا هي الأمهات ليست محرمة، هو حرمت عليكم الزواج أو نكاح بصفة عامة أمهاتكم، ليس زواج منهن يعني هي يعني قصدي عفوا التحريم لا يقع على الأمهات عامة، وإنما على مضاف محذوف تقديره نكاحهن أو شيء من هذا القبيل يعني. فنفس الشيء هنا، الذي رفع هو ليس الخطأ وإنما هو إثم الخطأ والنسيان، وهذا ما يقصده النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، يعني رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان. فإذا احتجنا إلى تقدير محذوف لماذا؟ للمحافظة على صدق المتكلم. وأحيانا نقدر محذوفا للمحافظة على الصحة العقلية، مثل في قوله تعالى طبعا واسأل القرية، فعادة الناس لا يسألون القرى وإنما يسألون أهل القرية، فالمقصود هنا واسأل أهل القرية. فهنا أيضا قدر كلام محذوف، لماذا؟ لكي تصح ولكي نحافظ على الصحة العقلية للكلام. فإذا النوعان الأخيران لا يدخلان في الافتراض بمفهوم الحديث، وإنما واحد فقط منها يدخل في الافتراض. ولذلك لا أظن أنه من اللائق أن نسوي الافتراض بالاقتضاء، ويستحسن أن نحافظ على مصطلح الافتراض، لأنه هو أولا أوضح وأسهل، وثانيا هو هذا يعني حتى لا يختلط بالاقتضاء يعني. فبعضهم يضيف كلمة مسبق، وهو ما داعي، لا ليس هناك ما يدعو إلى ذلك، لأن هي كلمة افتراض تعني أن هناك شيء سابق، يعني أنت تفترض شيئا يعني أنا فيه شيء سابق يعني، فلا داعي لكلمة مسبقة، فضلا عن كونها هي خطأ طبعا لغويا. وحتى لو أردنا أن نضيف وصف فنقول الافتراض السابق يعني وليس المسبق، لأن هي من سبق وليس من أسبق يعني. النوع الثاني بعد الافتراض، النوع الثاني عندنا، احنا لا ادري كم باقي من الوقت، انا والله اخشى اني كم بدأنا احنا الان، مضى تقريبا 20 دقيقة تقريبا. طيب النوع الثاني من انواع النوع الثاني من انواع الاستلزام، اللي هو الاستلزام بالإيحاء، يعني ان تكون الكلمة او المفهوم الذي تعبر عنه الكلمة موحيا بشيء آخر. هذا الذي يسمى كونوتيشن، اللي قلنا طبعا أن في المعنى الفلسفي تعني شيئا، اللي هي تعني ما يعادل المفهوم المقابل لما صدق في الفلسفة، وفي اللسانيات تعني ضلال المعنى أو الدلالة الهامشية
أو الإيحاء، يعني الإيحاءات التي تحوم حول الكلمة. في كثير من كلمات اللغة نجد أن السامع ينتقل ذهنه من المعنى المطابق أو المعنى الإدراكي لللفظ إلى لازم يرتبط به عن طريق الأسوشيشن، يعني هذه الترابطات والاستلزامات، فيجر اللفظ مع كل ما يمكن أن توحي بهذه الكلمة من لوازم ممكنة. طبعا مثل ماذا؟ يعني مثلا لو أخذنا كلمة أم، أم إذا أردنا أن نعرفها في إطار المقول أو المنطوق أو المطابقة، فنقول أنها هي الوالدة، سواء كان والدة الإنسان أو الحيوان، يعني هذه هي الأم يعني. ولكن نجد أن كلما ذكرت أم لا تخلو عادة هذه الكلمة من بعض الإيحاءات، يعني الإيحاءات طبعا تختلف باختلاف الأشخاص، بعضهم توحي له بالحنان والعطف والدفء، وأحيانا تكون الإيحاءات مختلفة تماما عما هو شائع، فلذلك بعض الإيحاءات تأخذ طابعا اجتماعيا وبعضها تبقى في حيز الإيحاءات السيكولوجية الفردية. مثلا الطفولة توحي بالبراءة مع أن هي لا تعني البراءة. مثلا الليل طبعا هو وقت يبدأ مع غروب الشمس إلى فجر أو إلى طلوع الشمس اليوم التالي، ولكن هذا هو المعنى المطابق لها أو المعنى الإدراكي لها. ولكن نجد أيضا الليل له إيحاءاته، قد يوحي بالسهر، بالظلام، بالنوم، بالسكون، بالهدوء، بالخوف، بأشياء كثيرة تختلف باختلاف الأشخاص. فهذا إذن النوع الثاني، هذا استلزام آخر اللي هو الكونوتيشن أو الإيحاء. الاستلزام الثالث هو استلزام فريد وغريب، وهو يكون استلزام بالتأليف. يعني كيف يكون بالتأليف؟ يعني يكون صادر عن قولتين معا، نجمع هاتين القولتين معا، ثم نأتي أو ثم نصل من خلال الجمع بين هاتين القولتين إلى معنى ثالث لا يمكن أن ينسب إلى القولة الأولى ولا إلى القولة الثانية، وإنما ينسب إلى الائتلاف الذي حدث بينهما. يعني مثلا أستاذ مثلا يدرس طلابه، مرة قال لهم أنه قضى في التدريس 20 سنة، يوم آخر في درس آخر قال لهم أنا بدأت التدريس وعمري 30 عاما، سيستنتجون أن عمره 50 عاما، مع أنه لم يقل هذا لا في القولة الأولى ولا في القولة الثانية. هذا نوع مما يسمى عند الأصوليين بدلالة الإشارة. يعني هناك طبعا أشكال أخرى لدلالة الإشارة عند جمهور الأصوليين، ولكن هذا النوع الغالب فيها هو يكون ناتج عن الجمع بين قولتين. يعني بعد ذلك عندنا الاستبدال الذي تحدثنا عنه اللي يكون في الدلالات المجازية، اللي هو أننا نستبدل لفظا بآخر، يعني نأتي بلفظ غير اللفظ المتواضع عليه. فهذا نتيجة لماذا؟ نتيجة لوجود ارتباط، يعني وجود لازم، يعني احنا لا نستطيع أن نعبر بأي لفظ عن لفظ آخر، لا، وإنما ينبغي أن يكون اللفظ الجديد اللي هو البديل الذي اخترناه للتعبير عن المفهوم ينبغي أن يكون له علاقة باللفظ المستغنى عنه، اللي هو العلاقة هذه طبعا قد تكون تشابها في الاستعارة وقد تكون غير ذلك في المجاز المرسل كما تعلمون جميعا يعني. ولذلك أنا سميت هذه بالاستبدال. يعني مثلا لو أخذنا كلمة أسد، نحن نستطيع أن نعبر بهذه الكلمة، أن نستعيرها طبعا للرجل الشجاع مثلا، ففي هذه الحالة فإننا استبدلنا لفظا بلفظ آخر، فأخذنا وإن كان هذا يكون مؤقتا يعني، ولكنه هو نوع من الاستلزام. يعني الاستلزام الآخر هو يمكن أن يسمى الاستلزام بالتلويح، الذي يعبر عنه علماء الأصول بدلالة الإيماء. دلالة الإيماء يمكن يعني تعريفه تعريفا تقريبيا، هو أن يدل اللفظ استلزاما سببيا، أو أن يستلزم اللفظ استلزاما سببيا على لازم تقتضيه مناسبة السياق. يعني مثلا لو قال صديق لآخر لدي رغبة في السهر الليلة مثلا، فيقول له عليك بشرب القهوة،
هنا نستطيع أن نستنتج من هذا الحوار أن ما يقصده المتكلم الثاني الذي قال عليك بشرب القهوة هو أن القهوة تسهر الإنسان. كيف وصلنا إلى ذلك؟ هو عن طريق المناسبة للسياق، يعني ننظر في المناسبة، ما العلاقة بين عليك بشرب القهوة بلدي رغبة في السهر الليلة؟ عندما نربط بينهما نستنتج معنى ثالثا وهو أن القهوة تسبب السهر. هذا المعنى لم يذكر أيضا في الجملة الأولى ولا في الجملة الثانية، ولكنه فيه إيماء، فيه تلويح بالسببية. وعلماء الأصول لهم اجتهاد في هذا الأمر، ولديهم أنواع من الإيماء ذكروها لا أجد لها نظيرا عند الغربيين يعني. ولذلك هذا من الموضوعات المثيرة التي ينبغي أن تكون مثيرة للاهتمام، والتي يعني إذا عندما تنشر باللغة الإنجليزية مثلا نجد طبعا من يستقبلها بنهم شديد يعني، لأن فعلا في ثراء كبير في هذا الجانب عند الأصوليين. النوع السادس هو الاستلزام بالقياس، ولكن القياس ليس بالقياس المعروف في الفقه الإسلامي، ولكن هو قياس لغوي، بمعنى أن نعطي حكما للمسكوت عنه، الشيء الذي نسكت عنه نعطيه حكما إما مطابقا لما قيل اللي هو المذكور، أو حكما مخالفا لحكم المذكور. طبعا لما نقول احنا مسكوت عنه، ليس كل مسكوت عنه داخل هنا المسكوت عنه الذي له صلة بما قيل، يعني ليس كل المسكوت عنه داخل، لا، هو مسكوت عنه معين، بمعنى مسكوت عنه له صلة بما قيل. مثلا لنفترض أن وجدنا مثلا أمام المكتبة في جامعة معينة ورقة فيها اللوائح الاستعارة، مثلا كيف تكون الاستعارة ولمن، فقرأنا مثلا لطلبة السنة النهائية الحق في استعارة 6 كتب. لو وجدنا هذه العبارة، أي طالب ليس من طلاب السنة النهائية فسيفهم منها أنه ليس معنيا بالأمر. طيب كيف فهم ذلك وهو هذا الكلام غير موجود أصلا في النص، في نص القانون هذا أو اللائحة؟ هو فهمه بمفهوم المخالفة، ما دام قيدت الاستعارة وقصرت فقط على طلبة السنة النهائية، فسيفهم منها أن حكم الطلاب الذين هم ليسوا من طلاب السنة النهائية مخالف لما ذكر هنا. فهذا طبعا قياس بالمخالفة اللي هو مفهوم المخالفة. ومفهوم الموافقة، مثلا لو وجدنا أيضا إعلانا يقول أن في مدرسة أو شيء من يحصل على جيد يستحق جائزة، تشجيع للطلاب، من يحصل على جيد. طيب طالب حصل على جيد جدا، بالتأكيد أنه سيعد نفسه ممن يستحقون الجائزة من باب أولى. فإذا نستطيع أن نستنتج من قولة من يحصل على جيد يستحق جائزة، من يحصل على جيد جدا طبعا فما فوق يستحق جائزة. فهذا النوع إذا من القياس هو قياس لغوي، ليس قياسا فقهيا أو حتى منطقيا، وإنما هو قياس لغوي. ومعظم الناس، عامة الناس يعني يستنبطونه ويستنتجونه، يعني حتى الإنسان الذي لم يتعلم عندما يسمع أن من يحصل على تقدير جيد يستحق جائزة، فسيعلم أن من يحصل على تقدير ممتاز فيحصل على جائزة من باب أولى يعني. الاستلزام السادس اللي هو الاستلزام بالاستدلال، أو لعله السابع الآن، الاستلزام السابع هو الاستلزام بالاستدلال. طبعا هذا نوع من الاستلزام، هو استلزام غريب شوية على اللغة، لأن الاستدلال عادة يعرف في المنطق يعني، لكن لو تأملنا سنجد أننا نستعمله في المخاطبات. كيف؟ يعني لو أخذنا مثلا 3 نماذج، النموذج الأول قياس ما يسمى بقياس الخلف، الذي يعرف عادة بأنه إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. يعني مثاله مثلا، لو
تخيلنا وتصورنا أن اثنين واقفين بجانب مريض مرض الموت، يعني مشرف على الموت، وأحدهما قال ما زال حيا، والثاني أجابه قال لو كان حيا لتحرك. ما الذي سيفهم الأول من كلام الثاني عندما قال لو كان حيا لتحرك؟ وسيفهم منه أنه قد مات. فإذا عبارة لو كان حيا لتحرك تعني قد مات. فما العلاقة بين الاثنين؟ هي علاقة إثبات المطلوب بإبطال نقيضة، يعني هي قياس خلف. فإذا هي ليست مسألة منطقية، هي مسألة نستعملها في حياتنا. يعني هذه عبارة ليست غريبة عنا في حياتنا، لو كان حيا لتحرك، يعني يمكن يقاس عليها الكثير من هذا النوع من الكلام. حتى من ضمنها المثال يقول لو مثلا يقول لو كان يحرث ما باعوه او شيء، يعني او شيء من هذا القبيل. يعني في المثل عندنا، يعني مثلا في لهجتنا نقول لو كان يحرث ما باعوه او شيء من هذا القبيل. يعني نوع اخر من انواع الاستدلال اللي هو اثبات النظير. مثلا في قول الشاعر المشهور فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، ما يريد أن يقوله الشاعر هنا هو باختصار كما لا يخفى عليكم، هو لا غرابة في تفوقك، يعني التفوق الممدوح، يعني على الأنام. لماذا؟ لأنه أمر معتاد، بدليل أن المسك الذي رائحته طيبة هو بعض دم الغزال، الذي طبعا الدم هو شيء مستقدر، يعني طبعا ننظر اليه على انه نجس، ولكنه يؤخذ منه المسك. فكونك انت يعني تفق الانام وانت منهم، فهؤلاء هم مثل دم الغزال وانت مثل المسك، فاذا لا غرابه في تفوقك على بقيه الانام، وهذا امر معتاد. فالذي نركز عليه هنا هو ان ما قيل ليس هو المقصود بذاته، وإنما ما يستلزمه ما قيل هو المقصود، وإنما كان ذلك عن طريق إثبات النظير الذي هو نوع من أنواع الاستدلال. النوع الثالث من أنواع الاستدلال هو الاستدلال بالبرهنة. حتى هذه الاستدلالات المنطقية نحن نستعملها في حياتنا، ولكن عندما نستعملها في حياتنا إما ما نستعملها وفقا لشروط الأرسطية المعروفة بحيث توافق قواعد الاستدلال، أو حتى نستخدمها بطريق المغالطات. يعني مثلا من المغالطات المشهورة مثلا اللي هي تسمى الاستشهاد بحادثة أو البرهنة بحادثة، مثلا يقول شخص ما إن التدخين، يقولون إن التدخين يقصر العمر، والدي قضى معظم عمره مدخنا وتوفي وعمره 90 عاما. طبعا ما يريد أن يقوله المتكلم من كل هذا الكلام هو أن التدخين خلافا لما هو شائع هو لا يقصر العمر، والدليل هو ماذا حدث لوالدي. طبعا المغالطة هنا تأتي من كونه يعني استشهد بحادثة واحدة لإثبات أمر عام، وهذا غير كاف يعني. ولكن بغض النظر عن هذه، عن كونها مغالطة أو لا، هذه مسألة أخرى. الذي يهمنا هو أن هذه طريقة من طرائق توصيل الفكرة، هو أراد أن يوصل لنا الفكرة بطريقة الاستلزام. فماذا استعمل في الاستلزام؟ استعمل الاستدلال، فاستدل من كلامه الذي قاله بأن المدخن لا يقصر عمره بسبب التدخين. الكلام طبعا يطول وهو حديث ذو شجون، ولكن سأترك المجال للمشاركين في هذه الندوة، وأرحب بهم جميعا وأعيد الترحيب مرة أخرى بهم، وأرجو أن يكون ما قلته مفيدا يعني. شكرا لكم، بارك الله فيكم. أستاذ حيدر، شكرا لك دكتور على هذه المحاضرة، وكلنا أذان صاغية حقيقة، الوقت مر بسرعة. نفتح باب المداخلات لمن يرغب في الحديث. دكتور عادل، تفضل.
دكتورة أميرة، حضرتك كان لديك مداخلة من الشارقة. هل تقصدني باسم عامر الرماحي؟ بالضبط، دكتور كريم أيضا. أسأل أم أنتظر الأساتذة القبلي؟ لا تفضلي تفضلي دكتورة. نعم، يعطيك العافية دكتور. عندي تساؤل من ناحية التطبيق، يعني بعض هذه المعاني والدلالات هي منطقية كما قلت، لا تستلزم دراسة منطق أو تجاوز يعني خاص، لكن من ناحية المنتشر حاليا أو حتى قبل هالمرحلة، هل الجميع على وعي بهذه القواعد؟ أو هل نحتاج إلى جهد معين من التحويل النظري إلى عملي لتدريس مثلا الطلاب في المراحل الأولى هذه القواعد؟ يعني الآن ذكرتني لما ذكرت القياس بالمخالفة، حين كنا صغار بعض الطلاب لما مثلا المدرسة تقول لنا الامتحان من صفحة 120 إلى 140، كثيرا أو دائما ما كنا نسمع هذا السؤال، واحدة من الطالبات تسأل هل الصفحة 143 داخلة أم لا؟ كنت أغتاظ لأنه واضح أنه ما في داعي للسؤال. فقصدي هل من جهود يعني مطلوبة لتعليم الطلاب في أصغر عمر ممكن هذه القواعد لتسهيل حياتهم الأكاديمية والعملية؟ وشكرا لك. شكرا دكتورة، شكرا جزيلا. دكتور. هل توجد مداخلات أخرى؟ نعم، السلام عليكم. تفضلوا. كريم. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور حيدر، أهلا أستاذنا العزيز أستاذ دكتور محمد يونس علي، أهلا أستاذ كريم. الذي أشكره من المغرب. أنا تلميذ له عن بعد، أتلمذه على كتبه، وقد نعم. قرأت وهو وقد وأعد أطروحة الآن عن القصد والقصد عند الأصوليين، واستفدت كثيرا كثيرا من كتب الدكتور، خصوصا كتابه الرائع علم التخاطب الإسلامي، إذ يدرس فيه ما يتعلق بمسألة الحمل والمراد وهذه المفاهيم عند الأصوليين، خصوصا عند ابن تيمية. وقد كان تناولا في الحقيقة، التناول يتجنب آفة الإسقاط التي يعني تنتشر في كثير من الأبحاث، إلا أن الأستاذ عمل على قضية توظيف عن وعي واتساق مع تراثنا العربي الإسلامي، وهذا مما يحسب لأستاذنا، وأشكره جزيل الشكر على هذا. فيما يتعلق بمحاضرة اليوم، لي بعض فقط بعض التساؤلات أود مزيدا من الإيضاح حولها. حينما تحدثت أستاذي الكريم عما يتعلق بأنواع الالتزامات في مسألة التأليف، أي يمكن أن نربط مسألة التأليف بقضية النظم عند عبد القاهر الجرجاني؟ يعني أم هناك فروق بينهما؟ لأنه أن المسألة مرتبطة نوعا ما بقضية النظم كما هي في دلائل الإعجاز. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، وهذا فعلا أجده استشكاليا نوعا ما، وحتى في مسألة في الأطروحة التي أعمل على إعدادها في الدكتوراه، هي مسألة أن ما قدمه جرايس وما يقدم الآن في إطار التداوليات الحديثة وإطار علم التخاطب كما تفضل أن تترجم به مصطلح البراغماتيكس، إنما يتعلق باللغة الطبيعية، لغة التواصل اليومي، في حين أن ما يعني ما درسه الأصوليون مرتبط بالخطاب القرآني، أو بين قوسين بالخطاب الديني. الخطاب الديني باعتبار أن الأصوليون باعتبار عفوا أن الأصوليين إنما ينظرون إلى القرآن الكريم وإلى الحديث النبوي على أنه خطاب موجه، تالف وآمر وناه وكذا إلى آخره. لكن هنا مسألة
أن الدين هنا الدين مرتبط بالأبعاد الغيبية الميتافيزيقية، واللغة الطبيعية مرتبطة بالحياة اليومية. كيف يمكن التوفيق بين هذين المرجعيتين المختلفتين؟ سؤال أخير وأعتذر عن الإطالة، هو حين تحدثت أستاذي الكريم عن الاستلزام المتعلق بالإيحاء، أيمكن هنا أن نربط بينه وبين مفهوم الاستعمال عند فيتجنشتاين الثاني حينما يتحدث عن أن المعنى هو الاستعمال، باللفظ الإنجليزي the meaning is used. تشكراتي أستاذي الكريم، وأشكرك مجددا على ما استفدته منكم أستاذي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. شكرا أستاذ كريم، بارك الله فيك. دكتورة جنان، إذا تفضلين نعم. هنالك فقط بعد مداخلة الأستاذة عديلة، أو ما أعرف اسمها. نعم، ما هو لا أشكال، تفضل. نعم. تفضلي أستاذة. نعم دكتورة. نعم دكتور، هل أبدأ؟ نعم تفضلي دكتورة. شكرا جزيلا على هذه المحاضرة اللسانية القيمة. بالحقيقة لدي سؤال. طبعا قبل السؤال بودي أن أقول لكم موضوع الاستلزام لطيف جدا، وأنا وضعت فيه أو ألفت فيه كتابا وسمته بالاستلزام الحواري نحو مقاربة تداولية معرفية الخطاب القرآني. قسمت الاستلزام على ثلاث المخصص تحديدا على ثلاث أقسام: الاستلزام الحواري المخصص البسيط، وسمته بهذه الأسماء: البسيط، المركب، الخفي. طبعا باعتبار المراحل الاستدلال التي يحتاج إليها المخاطب ليصل إلى المعنى المستلزم. بالحقيقة هذه الأنواع وضعتها بعد القراءة الفلسفية لأمثلة جرايس. كان اعتبار يعني تقسيمي هو مراحل الاستدلال. سؤالي لجنابكم، تقسيمكم الرائع جدا بالحقيقة، على أي اعتبار كان هذا التقسيم عندما قسمت الاستلزام الافتراض الإيحاء، الاستلزام بالتأليف والاستبدال وغيرها؟ شكرا دكتورة جنان. دكتور جاسم تفضل. شكرا لكم. ممكن دكتور حيدر. دكتور حيدر، ما أعرف الأستاذ لديها مشكلة ربما في الصوت أو في التقنية. دكتور جاسم تفضل. تفضل دكتور جاسم. تسمع لي دكتور حيدر؟ تفضل دكتور جاسم. تسمعني دكتور حيدر؟ نعم دكتور حيدر. مسموع تفضل. نعم، شكرا جزيلا دكتور حيدر وأستاذنا الجليل الدكتور محمد يونس علي. في الحقيقة عندي بعض التساؤلات، منها ما يتعلق بما نسميه ضلال المعنى، مثلا ما تثيره لفظة الأم أو غيرها. في الحقيقة هذه ألا تعد من باب آثار القول التي تجاوزتها نظرية الفعل الكلامي، باعتبار أنه لا يمكن تقييده، النقطة الأخرى، هناك بعض المعاني التي تتعلق في بيئة معينة أو بيئة مغلقة أو ضيقة، مثلا قول الشاعر: لا تعجب من بلن في غلالته فإنه قد زرها على القمر. بالحقيقة لا يمكن حل هذا البيت أو تفسيره، حتى المعنى الحرفي لا يمكن إلا بعد دراسة البيئة التي ترى أنه مثلا الثياب البيضاء تبلى إذا وضعت تحت القمر، فكيف وكذلك المعاني المستلزمة الأخرى.
ماذا بأي باب ننسب هذه المستلزمات؟ الأخرى، هناك استلزامات كثيرة جدا وأبوابها واسعة جدا تتعلق بلغة الجسد. مثلا على سبيل المثال، إن أمسح شخص فسحة أمام شخص آخر جالس بقربه لكي يرى هذا الشخص الجالس بقربه منظر معين، سيكتشف معاني كثيرة جدا. في أي باب ممكن أن تدرج هذه المستلزمات أو المعاني؟ وشكرا جزيلا. شكرا لك دكتور جاسم. لدينا مداخلة من الأستاذة الآن. حضرتك، أنا لا أجيد قراءة الاسم بالضبط. أينور. أينور، تفضلي يا أستاذة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. السلام عليكم دكتور. أهلا وعليكم السلام. أهلا أينور. كيف حالك دكتور وكيف حال الجميع؟ أتمنى أنكم بخير. وأول شيء شكرا على اللقاء دكتور محمد والجميع، ويا ريت انه دائما تكون مثل هيك اللقاءات موجوده لحتى نستفيد دائما من العلماء امثالكم. فاول شيء بوجه شكري لكم جميعا، بوجه شكري للدكتور محمد، وبحب من خلال هذا اللقاء لاني راح اتحدث لاول مره مع الدكتور محمد اني احكي شغله. انه شكرا كثير لك دكتور، شكرا لعلمك وشكرا لكتبك. حكيتها في يوم من الايام وبحكيها دائما، انه لولا كتب الدكتور محمد وقراءتها ما استطعت أن أكتب كلمة في رسالتي. بخصوص الاستلزام، موضوع كثير مهم جدا، وضفته في موضوع العلامة اللسانية في المقارنة بين النصوص لسانية وقانونية، حاولت أجمع بيناتهم، وكانت كتب الدكتور محمد هي المفتاح في أني أضع اللبنة الأولى في رسالتي وفي أطروحتي الدكتوراه. طبعا ما راح أحكي كيف لأنه الآن أنا في طور تقديمها للمناقشة، بس صدقا أنا ما كنت رح أكتب ولا كلمة لولا موضوع الاستلزام والمطابقة وموضوع التعريف وموضوع كيف أنا أعرف المادة القانونية من خلال نظريات ابن سينا اللي تحدثت عنها. فشكرا كثير لك دكتور، وشكر عاجز عن أنه يعني نقدم لك شكر للمادة العلمية الموجودة في كتبك. صراحة أنا حفظتها من الجلد للجلد تقريبا، وكان موضوع مقارنة. شكرا أستاذة، شكرا لك، كان رائع كثير. فأنا الهين هلا. شكرا جزيلا. أيضا لدينا مداخلة صوتية للأستاذ ماجد. أستاذ ماجد تسمعنا؟ نعم دكتور. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تحية لكم جميعا، تحية للأستاذ الكبير الدكتور. السلام. أنا أحد طلابه وأؤيد ما قالته الأستاذة أينور كاملا. نحن استفدنا كثيرا من الدكتور محمد. دكتور محمد، سؤالي، هل تحديد المفهوم يعني ممكن أم أن الأمر فيه شيء من الصعوبة، خصوصا إذا ارتبط المفهوم بالسيكولوجية الفردية والسيكولوجية الاجتماعية، العقل الجمعي قد يظن بأن هذا المعنى يفيد المدح لكن مجتمع آخر يفيد الذم وهكذا؟ هذا سؤالي وشكرا جزيلا. تقصد بالمفهوم هنا، لأن المفهوم استعمل بعدة معاني، هل تقصد المفهوم بمعنى الكونسبت أو المفهوم مقابل ما صدق أو المفهوم مقابل المنطوق أو المفهوم المخالفة أو مفهوم؟ لأن المفهوم في التراث العربية يعني يستعمل بعدة معاني. أقصد دكتور الاستلزامات التي تأتي الاستلزامات يعني المفهوم في مقابل المنطوق يعني. نعم دكتور، لدينا مداخلات كثير حتى مكتوبة هنا. اسمعني دكتور. أنا أسمعك. نعم محمد. نعم أسمعك. نعم دكتور أسمعك، لكن لم أسمع الطلب. هنا سؤال. نعم، هنالك سؤال، ما علاقة السياق بكل هذه الأنواع من وسؤال آخر. الصوت تقطع، يتقطع الصوت يعني. تسمعني الآن دكتور؟ أسمعك. نعم تفضل. نعم دكتور، يقول ما علاقة السياق بهذه الأنواع من الاستلزامات؟ سمعت، كتبت هذا سؤال. كتبت هذا السؤال. وسؤال آخر، من السائل؟ السائل من؟ وسؤال آخر يقول،
لا أعرف والله، هو رمز الاسم هنا. طيب نعم، هنالك سؤال يقول أيضا أو إضافة تقول إن النوع الأول من أنواع الاستلزام وهو الافتراض عرج في البلاغة العربية تحت تسمية المزاوجة، وهي أسلوب بديعي معنوي يقصد به أن تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها أو ويدخل بعضها في بعض، ويشتد ارتباط ثان منها بأول، فمن ذلك أن تزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء معا. وأيضا هنالك أيضا سؤال يقول في الخطابات الدينية كيف فهم الاستلزام مع السياق والمقام والقصديات؟ أعود عفوا السؤال الأخير. نعم دكتور، يقول أين هو؟ المقام الاستلزام في الخطابات الدينية. الاستلزام في الخطابات الدينية. نعم. كيف فهمه مع السياق والمقام والقصديات؟ الأسئلة كثيرة حقيقة. هنالك أيضا نحن لا نريد أن يزعل علينا الضيوف، ولذلك لا أريد أن أهمل هذه الأسئلة ولو نطيل عليك دكتور. يقول هنا هل يدخل مراد المتكلم الاجتماعي غير المعلن عنه في الخطاب التعبيري الذي يكون خطابا بديلا عن الخطاب الأصلي المخفي بقصدية؟ هل يدخل مراد المتكلم الاجتماعي غير المعلن عنه في الخطاب التعبيري الذي يكون خطابا بديلا عن الخطاب الأصلي المخفي بقصدية ضمن الاستلزام، أم هو خارج عن الاستلزام بحيث يمكن أن نطلق عليه رسالة مصاحبة؟ هذا الدكتور كاظم العزاوي، مرحبا به دكتور كاظم العزاوي من جامعة بابل كلية الآداب. دكتور محمد الشمخي تداخل. دكتور محمد الشمخي تسمعني؟ السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. تفضل. وعليكم السلام. شكرا جزيلا دكتور حيد للأستاذ الدكتور محمد يونس على هذه المحاضرة القيمة. طبعا الأسئلة كثيرة سئلت يعني اللي كان في بالي، لكن فقط عندي هذا السؤال. هذه الأنواع، أنواع الاستلزامات اللي ذكرها دكتور محمد يونس، هل يمكن أن نطبقها على القرآن الكريم؟ هذا أولا. ثانيا، هل يعد العدول من الاستلزام؟ وفي أي خانة يمكن أن يعده دكتور محمد يونس؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، هناك هل العدول إيش؟ هل العدول يعد من الاستلزام؟ وفي أي خانة يمكن أن يعده دكتور محمد؟ واضح السؤال؟ واضح. الأمر الثالث دكتور محمد لو تسمح لي، هناك ألفاظ مثل مطر، غيث، زوج، امرأة وردت في كثير من الخطابات، هل يمكن أن نعد هذه الاختلافات وهذه التنوع باللفظ لا نعده من الترادب بل نعده في خانة الاستلزام؟ وشكرا جزيلا لكم. شكرا دكتور. دكتور الأسئلة كثيرة، لكي لا نرهقك نوصي الزملاء والضيوف بعرضها على الدكتور محمد على الماسكر أو على إيميله. فقط هذا سؤال أخير، ما علاقة مفهوم المخالفة بالإبكية؟ أتعبناك دكتور محمد. ما علاقة مفهوم المخالفة بما؟ بالإدراكية. نعم أتعبناك احنا اليوم دكتور. ولا يهمك ابدا، بالعكس. تفضل دكتور كريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله دكتور. يعني انا احيي الاستاذ الدكتور محمد يونس على هذه المحاضره الرائعه المفيده التي اثارت موضوعات كثيره، ولا تكفي أن كل محاضرة تثير تساؤلات وتثير آراء. أحببت أن أعلق على
بعض الأشياء منها إذا سمح لي الأستاذ محمد في التعليق عليها. تفضل يا دكتور، مرحبا بك. يا النقطة الأولى هو الحديث عن معنى المعنى لدى عبد القاهر الجرجاني، بحيث أنه ربط المعنى الأول بأنه هو المعنى اللفظي، وفي الحقيقة هو حينما يقول المعنى اللفظي فكأنما يتبادر الذهن إلى المعنى المعجمي. لا لا، والحقيقة هو أن عبد القاهر الجرجاني لا.